زلزال أحدثته كوريا الشمالية لا زالت نتائجه تدوي في أروقة السياسة الغربية، فبعد تلويح الولايات المتحدة بشن عمل عسكري ضد كوريا الشمالية ومن ثم إعلانها التحضير لفرض عقوبات ضد بيونغ يانغ، تسارعت دول أخرى لتوضح موقفها من هذه الأزمة. أحدث هذه المواقف كان خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي بمدينة فلاديفستوك الروسية، حيث أكدت روسيا على ضرورة أن تجد الولايات المتحدة حلا تفاوضيا بالنسبة لتسلح كوريا الشمالية. كل ما يحدث الآن هو استفزاز. القيادة في كوريا الشمالية ليست حمقاء، إنها تستهدف رد فعل معين وتحققه أيضا، فلماذا تساعدوها في ذلك؟ أنا أعول على أن الهدوء في التفكير سوف يساعدنا على حل المشكلة، ولكننا بحاجة إلى التعاون بشكل أفضل. كوريا الجنوبية أكدت من جانبها أنه يجب على كوريا الشمالية أن تدرك أن التخلي عن تطوير الأسلحة النووية سيساعدها على الازدهار. التجارب النووية لكوريا الشمالية تهدد السلام في منطقة شرق آسيا. نشكر روسيا على موقفها في دعم تطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية. أعتقد أن التعاون الاقتصادي الناجح بين بلدان شمال شرق آسيا ربما سيدفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن تطوير الأسلحة النووية. اليابان طلبت المجتمع الدولي بفرض ضغط أكبر لإيقاف كوريا الشمالية عن تطوير أسلحة نووية. قامت كوريا الشمالية بتحدي المجتمع الدولي وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا في شرق آسيا. يجب أن نجعل كوريا الشمالية تمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي بالتخلي عن برنامجها النووي من خلال ممارسة الضغط عليها أكثر. على صعيد آخر، ذكر مصدر عسكري صيني أن الصين أجرت مناورات عسكرية في البحر الأصفر المتاخم لشبه الجزيرة الكورية، واستخدمت لأول مرة الذخيرة الحية لصد الأهداف المعادية القادمة من البحر على ارتفاعات منخفضة.